السلام عليكم يا شباب، كيف حالكم؟ أتمنى تكونوا بخير. إذا كان لديك مشكل في شحن يعني حسابك على البابجي يعني ولا يريد حتى على موقعهم الرسمي، سأريك الحل يا أخي الكريم. فقبل كل شيء، نحن في قناة قلعة الشروح نضع دائما فيديوهات وشروحات تقنية حول العديد من الأبناك وأيضا المواقع الأجنبية وحلول. طبيعة الحال نركز على الحلول المستقلين. أوكي، فإذا كان لديك الكود وسأريك أين يمكنك الحصول على كود يعني ريديمينشن. هذا الكود تقوم بوضعه هنا، بعد هنا بلاير اي دي، رقم الحساب الخاص بالاي دي الخاص بحسابك على البابجي، بعد هنا فيريفيكيشن كود وتعمل ريديم. لكن لا يري، يقول لك يجب أن تجرب غدا لأن هناك مشكل لديهم في السيرفر. أوكي، هنا سأقول لك هناك موقعين، سأعطيك موقعين يتم بيع فيهما الكود الخاص بالبابجي او بالبلايستيشن او بجميع الالعاب موجوده هنا كما تشاهدون باثمنه جد يعني مناسبه، او هذا الموقع. ف مميزات يعني الموقع الاول هو انه يدعم فقط الدفع عن طريق جولد رايزر يونين باي وبعض المنصات الاخرى غير المعروفه، لكن هذا الموقع سيل ديجيتال فهو يدعم جميع المدفوعات الخاصه سكريت، بيرفكت ماني، باينانس، باير، يو اس دي تي الى غير ذلك. ويمكنكم التكلم معهم هنا مباشره للحصول على بطاقتك بسرعه بدون دخول يعني وشراء في الموقع، فقط تتواصل معه ويعطيك البطاقه الخاصه بك. كما يعني تواصلت معه وحصلت على هذه البطاقه كما تشاهدون، شريت فقط 325، هذا هو الكود، واعطيك الكود هنا تقوم بعمل له كذا كوبي، وسنقوم بادخاله بشكل مباشر. ليس في هذا المكان، لكن ما سنقوم به باستغلال هذا الموقع. نقوم هنا بالضغط الى الاستبدال ونقوم بوضعه في هذا المكان اخواني الكرام كما سوف تتابعون الان. فتابعوا ادخالي في هذا المكان هكذا. جيد، اوكي، وهو يتعرف عليك. جيد، بعد هنا ادخال الرمز الذي قمنا بشرائه على موقع سير ديجيتال اللي هو هذا الرمز. اوكي جيد، بعدها اوكي. الآن يتم عملية الاسترداد. شاهد 625 يعني قمنا بشرائها، زائد يعطيك يعني مكافأة كسب النقاط. أوكي، اسم السعار، معرف اللاعب، البلد يعني أوكي. بعد هنا يعطيك معلومات عن الحساب الخاص بك. أوكي جيد، بعدها نقوم هنا بالضغط على إرسال. شاهد الآن سيتم إرسال مباشرة، يرجى الحصول على منتج اللعبة، يمكن تحول المنتج للشراء في اللعبة. اوكي جيد، الان تم الاستبدال بنجاح وتم يعني تعبئة الحساب الخاص بك في بابجي. ستجد انه لديك 325، يمكنك شراء بها يعني الملابس الى غير ذلك. وبهذه الطريقة تتمكن من استبدال وبهذه الطريقة تتمكن من ادخال الرقم بشكل ناجح عوض ادخاله في الموقع الرسمي الذي شرحناه لكم من قبل. لديهم مشكل، لديهم ضغط، لا أعرف لماذا، لكن في هذا الموقع فيتم استبدال بنجاح بدون أي مشاكل.